أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: أنا ومجموعة من الشباب نستهزئ ببعض الطرق الصوفية في طريقة ذكرهم وقصائدهم وعاداتهم في الموالد، فهل هذا الفعل مشروع وهل هو من الاستهزاء بالدين؟ لا، هو ليس من الاستهزاء بالدين، من الاستهزاء بالبدع، والبدع ليست من الدين، لكن هذا ما في مصلحة. الاستهزاء فقط ما في مصلحة. الواجب أنكم تدعونهم إلى الله وتبينون لهم أن هذا خطأ وأنه ضلال ولا يجوز. أما مجرد الاستهزاء هذا لا يحصل به المقصود. نعم.